وما زلنا مع شعراء الإسكندرية والشاعر الكبير معلم الشعراء أستاذ عبد المنعم سالم، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحلت عبر الزمن فرأيت أعرابيا يجلس أمام خيمته حزينا، لما آلت إليه حال لغتنا، وما آل إليه حال لساننا، فأرسل إلينا هذه الكلمة بعنوان على باب بيت شعر، وفيها مداعبة نحوية أيضا. النواحون بلا ظاهر فعل، صح الفعل أم اعتل، يلبن مناديل منمنمة من خز الهند بين أنامل ملساء لمفعول به فعل مستتر والفاعل مرفوع دوما. عفوا سقطت مني رغما عني واو الذكران، لا عتب الآن، ضع نون النسوة في موضعها، لا تختلس اللمح إلى شزر أبي الأسود، واصعد تمتد الرؤية والرؤيا تتحقق، لا تتملق، حلق تتخلق من رفرفة جناحيك فضاءات أألق، داعب طيبة وغنى العربية تعطك ما لم تعط مريدا قبلك، إن أنت وصلت بها حبلك أحلت قولك، صارت حليتك وحلواك ونحلك، إن شئت عسلت وإن شئت لسعت سفيها ختلك، هي لك إن أنت تحاببت فأحببت، تبحبحت وبحت، تبح لك بالمكنون المسكون بأسرار ما كان وما سوف يكون، إن تنوي الكشف بما في نون والقلم وما يسطرون، يكشف لك ما ووري عمن لا ينوون. ابن تبن لك مدن للبهجة لم تطمثهن شجون، سمي ولج لا تتلجلج في الحق، تكن حتى في صمتك أبلج، ما دمت بحمد الحاديك لسانا عربيا تلهج. شكرا. Thank you.